أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا ومن تولاه. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. طبعا انتهينا في اللقاءات السابقة من الآثار في صفة الصحابة الكرام رضي الله عنهم والآيات القرآنية، وقرأناها باستقصاء الكتاب لأننا اشترطنا أن نقرأ الكتاب ونعلق ونشرح ونوضح ونبين ما يحتاج إلى توضيح وبيان. فاليوم إن شاء الله نقرأ في الباب الأول، باب الدعوة إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. كيف كانت الدعوة إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة رضي الله عنهم من كل شيء، وكيف كانوا حريصين على أن يهتدي الناس ويدخلوا في دين الله وينغمسوا في رحمة الله، وكيف كان سعيهم في ذلك لإيصال الخلق إلى الحق. بمقدمة صاحب الكتاب، يعني حرص النبي صلى الله عليه وسلم وحرص الصحابة على هداية الناس، حب الدعوة والشغف بها، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إيمان جميع الناس. أخرج الطبراني عن ابن عباس في قوله تعالى: فمنهم شقي وسعيد، ونحو هذا من القرآن. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحرص أن يؤمن جميع الناس ويبايعونه. يبايعونه يعني البيعة هي المعاقدة والمعاهدة على شيء، التزام بشيء، كأن كل واحد باع ما عنده من صاحبه وأعطاه خالصة نفسه وطاعته. خالصة النفس والطاعة يعني يعطي من نفسه الطاعة الكاملة. ويبايعونه على الهدى، فأخبره الله عز وجل أنه لا يؤمن إلا من سبق له من الله السعادة في الذكر الأول، ولا يضل إلا من سبق له من الله الشقاء في الذكر الأول، أي اللوح المحفوظ. ثم قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، يعني لعلك قاتل نفسك، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. عرضه صلى الله عليه وسلم الدعوة على قومه عند وفاة أبي طالب. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: لما مرض أبو طالب دخل عليه رهط من قريش فيهم أبو جهل، فقالوا: إن ابن أخيك يشتم آلهتنا ويفعل ويفعل ويقول ويقول، فلو بعثت إليه فنهيته، فبعث إليه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل البيت، وبينهم وبين أبي طالب قدر مجلس رجل. يعني لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان بجوار أبي طالب مجلس رجل، فقال: فخشي أبو جهل لعنه الله إن جلس إلى جنب أبي طالب، يعني إن جلس النبي صلى الله عليه وسلم بجوار عمه أبي طالب، أن يكون أرق له عليه. يعني هذا المجلس والقرب يكون سبب في الإيه؟ في الرقة. فوثب فجلس في ذلك المجلس، ولم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا قرب عمه، فجلس عند الباب. فقال له أبو طالب: أي ابن أخي، ما بال قومك، أي ما حال قومك، يعني لماذا يشكونك، ما بال قومك يشكونك ويزعمون أنك تشتم آلهتهم وتقول وتقول. قال: وأكثر عليه من القول. وتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعدما انتهوا من الكلام تكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا عمي، إني أريدهم على كلمة واحدة يقولونها تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم بها العجم الجزية. ففزعوا لكلمته ولقوله، فقال القوم: كلمة واحدة، نعم، وأبيك عشرة. فقالوا: وما هي؟ قال أبو طالب: وأي كلمة هي يا ابن أخي، يا ابن أخي؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله. يعني الأول متشوقين يعرفوا إيه الكلمة التي سوف تدين لهم بها العرب وتدفع لهم بها العجم الجزي، ولما علموا أنها كلمة التوحيد فقاموا فزعين ينفضون ثيابهم
ينفضون ثيابهم. طب يعني بينفضوا ثيابهم من إيه؟ هو جعلها، هل جعل ثيابهم غبار أو وسخ أو قذر أو شيء؟ ولكن هذا كناية عن نفرتهم، يعني ينفض ثيابه يعني كناية عن النفرة، كأن الكلام يعني نزل عليه زي مثل الغبار والتراب والأوساخ والعياذ بالله. وهم يقولون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. قال ونزلت من هذا الموضع إلى قوله بل لما يذوقوا عذاب من سورة صاد. وهكذا رواه الإمام أحمد والنسائي وابن أبي حاتم وابن جرير كلهم في تفاسيرهم، ورواه الترمذي وقال حسن كذا في التفسير لابن كثير، وأخرجه البيهقي أيضا والحاكم بمعناه، وقال حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، قال الذهبي صحيح. عرضه صلى الله عليه وسلم الكلمة على أبي طالب عند وفاته وعند ابن إسحاق عن ابن عباس رضي الله عنهما كما في البداية، قال لما مشوا إلى أبي طالب وكلموه وهم أشراف قومه عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو جهل بن هشام وأمية بن خلف وأبو سفيان بن حرب في رجال من أشرافهم، فقالوا يا أبا طالب إنك منا حيث قد علمت وقد حضرك ما ترى وتخوفنا عليك وقد علمت الذي بيننا وبين ابن أخيك، يعني أنت خلاص هتموت أو شكت على الموت وانت عارف اللي بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد، يعني فادعوه يعني اندهله بقى، فخذ لنا منه وخذ له منا، يعني اعمل بيننا وبينه حد فاصل ليكف عنا ولنكف عنه وليدعنا 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 وديننا ولندعه ولندعه ودينه. فبعث إليه أبو طالب فجاءه فقال يا ابن أخي هؤلاء أشراف قومك قد اجتمعوا إليك ليعطوك وليأخذوا منك عن التفق. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمي كلمة أو كلمة واحدة تعطونها، نعم، تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم. فقال أبو جهل نعم وأبيك عشر كلمات، يعني مش كلمة واحدة، أنا أعطيك عشر كلمات بدم هذا الوصف اللي أنت بتوصف. قال تقولون لا إله إلا الله وتخلعون ما تعبدون من دونه فصفقوا بأيديهم، أي صوتوا يعني، وهذه من صفة النساء اللهو واللعب، ويعني هذا في تعجب واستهزاء. فصفقوا بأيديهم ثم قالوا يا محمد أتريد أن تجعل الآلهة إلها واحدا إن أمرك لعجب. قال ثم قال بعضهم لبعض إنه والله ما هذا الرجل بمعطيكم شيئا مما تريدون، يعني مش هتاخدهم على حق ولا باطل بالعربي، فانطلقوا مش هتاخدوا منه ما تحبون، فانطلقوا وامضوا على دين آبائكم حتى يحكم الله بينكم وبينهم ثم تفرقوا. قال فقال أبو طالب والله يا ابن أخي ما رأيتك سألتهم شططا، صلى الله عليه وسلم يعني هو بيقول له ما رأيتك سألتهم شيئا فيه تجاوز عن الحد أو عجبا أو مستحيلا. قال فطمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، يعني في إسلام عمه، فجعل يقول له أي عم فأنت فقلها أستحل لك بها الشفاعة يوم القيامة، قلها لي حتى ولو باللفظ عشان أشفع لك بها. فلما رأى حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ابن أخي والله لولا مخافة السبة عليك وعلى بني وعلى بني أبيك من بعدي، أي العار يعني إن هو أسلم يعني في مرض الموت، وأن تظن قريش أني إنما قلتها جزعا من الموت لقلتها، يعني منعني من قولها قريش، العادات والتقاليد أحيانا تمنع أصحابها من العبادات، كلام الناس عامل حساب للإيه؟ للقوم والعشيرة والعادات والتقاليد، فمنعه هذا من الهداية. وهذا شأن كثير من الناس، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، يمنعه من اتباع الحق كلام الناس أو العادات والتقاليد أو نظر الناس إليه أو أو أو. ولكن انظروا إلى ما صار إليه أبو طالب بسبب يعني حساباته لقريش، مثل ما يصنع كثير من الناس، يقول يعني المجتمعات ويعني مراعاة كذا وكذا، فيصده ذلك عن الهداية عن الحق. وأن تظن قريش أني إنما قلتها جزعا من الموت لقلتها لا أقولها إلا لأسرك بها، يعني بس كمان هقولها كنت أقولها عشان
تصر، لأنه كان حريص على النبي صلى الله عليه وسلم حرص الشديد، كان يحبه حبا شديدا. وعند البخاري عن ابن المسيب عن أبيه أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل فقال: أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أمية ابن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ الناس المضلين دايما في كل زمان، لهم يصدون عن الحق ويصدون عن سبيل الله في كل زمان وفي كل مكان، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزال يكلمانه حتى كان حتى قال آخر ما كلمهم به على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزلت: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، سورة التوبة. ونزلت: إنك لا تهدي من أحببت، سورة القصص. ورواه مسلم وأخرجاه أيضا من طريق آخر عنه بنحوه، وقال فيه: فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان له بتلك المقالة حتى قال آخر ما قال على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله هذه الآيات أو هاتين الآيتين. وهكذا روى الإمام أحمد ومسلم والنسائي والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما حضرت وفاة أبي طالب أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عماه، قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. فقال: لولا أن تعيرني قريش يقولون ما حمله عليه، يعني ما حمله على الإسلام وعلى الإيمان واتباع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة، إلا فزع الموت لأقررت بها عينك. أما العرب كان عندهم شوية صفات من ضمنها يعني أنه هو حتى في الموت ما يغيرش مبدأه، يعني ما بيعملش حساب للموت. العرب كان عندهم شجاعة لا يهابون الموت، مع أنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق، وأن هذه الكلمة حقا سوف تنجيه، وأنه لو قالها إلا أنه يعني منعه وصده عنها، أنه لا يريد أن يقال عنه جزع الموت أو مخافة الموت أو آخر هذه الكلمات. نعم. ولا أقولها إلا لأقر بها عينك. فأنزل الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. كذا في البداية، ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.